شفنا امبارح المباراه الاهلي والاتحاد، وبداوا صحابي كالعاده صحابي الزملكاويه، انا شخصيا يعني صحابي الزملكاويه قبل ما الماتش يخلص، قبل ما علي معلول يجيب الجول بالظبط، بداوا يبعتوا لنا بوستات على الانبوكس على الرسائل اللي هي الرسائل يعني. فانا قلت لهم لسه وقت ضايع، هم مش عارفين قيمه الوقت الضايع بالنسبه لنا، يعني مش عارفين قيمته. احنا عارفين قيمته، بنبقى مطمنين جدا، بنبقى قاعدين حاطين رجل على رجل، كلنا ثقه في ربنا وثقه في لعيبتنا ان لو في ثانيه النادي الاهلي هيتعادل وهيكسب. لو في ثانيه، تخيلوا احنا ثقتنا في ربنا طبعا قبل اي حد، وفي اللعيبه والجهاز الفني قد ايه. هم لسه المعلومه دي مش متاكدين، ما انا مش عارف ازاي. هو الحل الوحيد ان هم يلغوا الوقت بدل الضايع، الحل الوحيد قدامهم، ودي استحاله طبعا.